قال الله هنا: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فيه رد على ما زعمته يهود عياذا بالله من مما افتروه على الله. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام بحكمة أرادها، وإلا أمره جل وعلا ما بين الكاف والنون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول بعض علماء التفسير لما قال الله عز وجل في فصلت: ائتيا طوعا أو كرها، ماذا قالتا؟ قالت: أتينا طائعين. يقول العلماء، أنا هنا ناقل ولا أرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خبر يقوله العلماء، قد يكون مقبولا قد يكون غير مقبول، قد يوجد ما يؤيده قد يوجد ما يعارضه. قالوا إن الأرض عندما قالت أتينا، قالت أتيت طائعة، تكلمت من الموطن الذي فيه اليوم الكعبة، يعني نطقت من المكان الذي فيه الكعبة. والسماء عندما قالت أتيت طائعة مثلها مثل الأرض، نطقت من المكان الذي فيه البيت المعمور. فأكرم الله الموطن الموضع الذي تكلمت منه الأرض وقالت لربها أتيت طائعة، أن جعل عليها بيته. وأكرم الله عز وجل الموضع الذي في السماء وقال أتينا أتيت طائعة، أن جعل عليها البيت المعمور. ولذلك قال العلماء إن البيت المعمور يوازي ماذا؟ يوازي الكعبة، والعلم عند الله. قال رب العزة: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أخبر الله عز وجل بعظيم قدرته، وهذا توحيد الربوبية، حتى يستدل به على توحيد الألوهية.